السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الملعب. شكسبير يقول: تحبني أو تكرهني كلها مفضلة لدي، إذا كنت تحبني سوف أكون دائما في قلبك، وإذا كنت تكرهني سوف أكون دائما في عقلك. أحيانا الواحد يتمنى وفي ظل ظروفنا أنه يكون من النوع الثاني. البداية العناوين: يوفنتوس الإيطالي يصل الرياض وحشد جماهيري في الاستقبال. إقبال كبير على تذاكر الدعيع وتخصيص تذاكر خيرية. والملعب يواصل جولة، نجوم عرب يتحدثون عن الدعيع. الفيفا يختار النمشان عضوا في الاتحاد الدولي. رئيس الأخدود السابق يحكي للملعب قصة نصراوية السويلم. كما أكد الملعب قبل يومين، الاتحاد يعلن الاتفاق مع أونداما ووصوله غدا. النصر يجدد لماتورانا والرئيس يؤكد للملعب بصمته واضحة. قمة الدوري بين الشباب والهلال، تتكلم كورة وترفض الأهداف. الفتح يسقط الاتحاد ويزيد جراحة ويتقدم إلى المركز الخامس. القادسية يأخذ نصيبه من الأنصار، والأنصار يواصل الأرقام القياسية. والفيصلي يقلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين أمام الرائد. اهلا بكم مشاهدينا. من العناوين الى التفاصيل، نرحب قبل ذلك بضيفينا في الاستوديو: الكاتب الرياضي في صحيفه الرياضي الزميل حسن القرني. مساء الخير حسن، واهلا وسهلا فيك. مساء الخير زميل عادل، مساء الخير للزميل محمد، مساء الخير للاخوه المشاهدين. نعمل نقدم حلقه ان شاء الله تعالى تثري هذا المساء. جاي جاهز طبعا عباد ومضبط ومحضر يعني. أينا. طيب نرحب بضيفنا الاخر، و احنا في النية استضفنا احنا انه المحلل والرياضي المعروف الاستاذ محمد السويلم. مساء الخير ابو عبد الرحمن، واهلا وسهلا فيك. الله يخليك. وحاليا مدير ادارة الكرة في نادي النصر. امسي عليك اخوي عادل بالخير، ومسي ايضا على اخوي وايضا اذا قلت حبيبي ايضا استاذ حسن، لانه مكانه وخصوصية في نفسي، وسعيد ايضا بالتواجد معكم، وايضا امسي على المشاهد الكريم واقول له مساك ان شاء الله كل خير، واتمنى ان شاء الله تكون الحلقة حلقة قيمة تتوافق ايضا مع فكره ورقي ايضا ثقافته العاليه جدا. شكرا لك على حضورك. اولا اشيد بوفائك معنا، احنا اتفقنا معك اتفاق مسبق قبل ما يعلن الخبر، وما كنا ندري حقيقه، ونلومك انك ما علمتنا. وبالامس اعلن الخبر بشكل مفاجئ، ما كان مخطط انه يعلن الامس. صحيح. فبالتالي عموما بالرغم من اليوم انه ربما يكون ظهورك محرج لك او انه ربما يكون صعب، لكن نشكرك على وفائك، وهذا دليل على نبل اخلاقك، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. تظل قناة الوطن لها مكانة ولها خصوصية. نعم. ودائما الحضور حقيقة لا شك هو تشريف لشخصي في ان اتواجد في قناة. نعم. الوطن، حتى اكون ايضا وفي مع هذه القناة اللي فعلا قدمتنا. صحيح. واتمنى ايضا انه لا يفسر انه حضور محمد للرغبة في الظهور، لا ما هو ايضا وفاء لهذه القناة. صحيح. وايضا مسؤوليها. نؤكد مرة ثانية انه الاتفاق كان مع الاستاذ محمد مسبق، يعني قبل ان يعلن الخبر، وما كنا ندري يعني انه راح يكون احد او سيكون في هذا المنصب. عموما نتمنى التوفيق. اليوم سيكون معنا كالمحلل الرياضي المعروف، بعيدا عن الاجواء الاداريه، بس شوي بناخذ منك. نعم. بعض الامور. حاضرين مستعدين. طيب. عموما شكرا لحضورك مره ثانيه وفاك، شكرا لحضور ضيفنا الاخر الاستاذ حسن القرني. حياك الله. شكرا جزيلا. ندخل الان في التفاصيل. انا نسيت والله عايض وش طلبت مني قبل شوي، بس طيب معليش. عموما طلبت مني شيء ونسيت. نروح نبدا في مواضيعنا. اولا الامير نواف بن فيصل يتراس وفد المملكه الذي يزور جمهورية الصين الشعبية، بناء على الدعوة الموجهة لسموه من قبل الحكومة الصينية ممثلة بمعالي رئيس هيئة الدولة الصينية للرياضة. خلال الزيارة يتم التوقيع على اتفاق تعاون بين المملكة السعودية والمملكة العربية السعودية والصين الشعبية في مجال الرياضة، ومن أهم ما يشتمل عليه هذا الاتفاق تنسيق المواقف في المحافل القارية والدولية في مجال الرياضة، وتبادل البرامج بين المؤسسات
والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الرياضة وتأهيل كوادر رياضية فنية وإدارية من خلال التعاون بين المعاهد والمؤسسات والاتحادات الرياضية الموجودة في كلا البلدين والاطلاع على النظم التي تخص هذا المجال. طيب هذا الخبر الأول، يعني باخذ تعليق سريع بس من ضيفينا لأن الموضوع حقيقة حسن، ربما البعض يعني لا يعرف أهمية مثل هذه الاتفاقيات ويعتقد أنها أشياء فقط لظاهرية، يعني فقط ل يعني يقول استهلاك الإعلامي، بينما هي لها فوائد حقيقية ونعرف هالشيء من بعض التفاصيل. وربما أنه من ذكر الخبر يعني من تفصيل الخبر يتضح أهمية الزيارة، وأنا أعتقد أنه صاحب سمو الملك الأمير نواف عندما يغادر المملكة ليذهب في مثل هذه الرحلة هو بالتأكيد كما ذكر الخبر يلبي الدعوة، وفي نفس الوقت بالتأكيد أنه يهدف إلى إلى الوصول إلى 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 بعض التقنية الموجودة عند الصين، الصين كدولة معروفة على مستوى العالم. نعم. تحتل يمكن المرتبة الثانية على مستوى الأولمبياد العالمي في 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 تصنيفها، وكادت تزاحم أمريكا وربما تقدمت عليها في الآونة الأخيرة. نعتقد أنه رحلة موفقة، بالتأكيد أنه توقيع اتفاقيات، الاستفادة من خبرات الصين، وصول إلى أهداف معينة، أيضا تبادل الخبرات وتلاقحها، أيضا توحيد الصف الآسيوي تجاه بعض القضايا أيضا مسألة مهمة. بالتأكيد أنها زيارة مرتبة لها ولها أهداف محددة، ونأمل إن شاء الله تحققه يعني أو توتي أكلها يعني. نعم نتمنى ذلك. في الجانب الآخر بنبدأ بالحديث عن ضيفنا محمد السويلم الذي أعلن بالأمس تعيينه مدير لإدارة كرة القدم في نادي النصر. محمد السويلم هو لاعب أهلاوي سابق، انتقل من الأخدود إلى الأهلي ثم إلى أندية القصيم. محمد، إحنا اليوم طبعا تعرف أنه هالموضوع ربما سئلت عنه كثير. صحيح. في معلومات لدينا بأنه كان في عرض مقدم لك من قبل النصر قبل أن تأتي للأهلي في ذلك الحين. حيكون معنا الآن الأستاذ محمد عليان الوتيد وهو رئيس نادي الأخدود سابقا. مساء الخير أستاذ محمد. هلا مرحبا، مساء الخير. أهلا وسهلا فيك الغالي. أستاذ محمد، أنت كنت رئيس لنادي الأخدود سابقا أثناء الفترة التي كان فيها محمد السويلم يتلقى عرضا من النصر، صحيح؟ نعم صحيح. اولا امسي عليك وعلى ضيوفك الكرام واهني الاخ محمد بتعيينه مشرف او مدير الفريق في نادي النصر، وهذا مكسب كبير لنادي النصر لان الاخ محمد من افضل اللاعبين اللي عاشوا معنا في نادي الاخدود، يتمتع بخلق وروح رياضيه وانسان كما في تعامله مع جميع زملائه مع اداريين اللي كانوا في ذلك الوقت. نعم استاذ محمد، هل صحيح ان محمد السويلم تلقى عرضا من النصر وكان عرضا جادا وصل الى مراحل اخيره ولكنه لم يتم؟ والله نعم، النصر سبق وان تعاوضنا في الموضوع وكنا على وشك الاتفاق. احنا طبعا مندوب النصر كان الاخ الزميل عبد الرحمن العيسى، وكان هناك اختلاف في موضوع بسيط على عمليه الباص، ولانه كان الباص من ضمن الاشياء اللي احنا طلبناها في نادي الاخدود، وصار بيننا اختلاف احنا والنصر، وانا في نفس الوقت ما كنت بجد يعني كنت ابغى اتاثر الموضوع هذا يتاثر باي شكل لاهلاويتي يعني. طيب انه مكسب لاي نادي كان الاخ محمد، كنت احاول يعني بشتى الوسائل اني اقنع فيه ذلك الوقت انه يتاخر سنه او سنتين وانه بيجيه يمكن عرض افضل من عرض النصر، وفعلا جاء العرض الاهلاوي وكان مغري جدا يعني. وكان يعني في نفس الوقت احنا هذه رغبتنا ورغبه اكثر الاخوان اللي كانوا معي اعضاء مجلس الاداره. والله وفقه وراح الاهلي، وهذا ان شاء الله يخدم النصر من مجال اخر في الاداره ان شاء الله. نعم، العرض كان يعني رسمي وانت بس وصل تعثر في جانب معين انه ما تم الاتفاق بينكم وبين اداره النصر. نعم.
وطبعا ما صدقت انت، ويعني احنا ما صدقنا والله. طيب. يعني بينك احنا نبغى كانت باي شكل من الاشكال. طيب. لا لا هويتنا يعني، وفي نفس الوقت احنا كنا نبغى يروح الاهلي بالعرض. طيب. صحيح يمكن الكلام هذا اقوله لاول مره، لكن معزه الاخ محمد والله شرف الله. طيب. عندي خلاني اتجرب اقول الكلام هذا لاول مره يعني يمكن اقوله في حياتي. طيب انت عضو شرف في الاهلي صحيح؟ انت عضو شرف في الاهلي. نعم. طيب ما كان، وش كان موقف محمد؟ انا بسال بعد شيء بس باخذ منك عشان لو كان يبغى يراوغ ما يقدر. وش كان موقف محمد في ذلك الفتره؟ انه كان يبغى ينتقل لحاب النصر ولا يعني كان في رغبه ثانيه؟ لا هو في البدايه يعني هو اللي كان يتفاوض، طبعا مفاوضات النصر هو اللي جاب لنا المفاوضات. أها. يعني على رغبته يعني هو مع النصر وفاوضه النصر بدون ما نعلم، الا في اخر لحظه جاء هو والاخ عبد الرحمن العيسى كان عضو في اداره النصر وحاول يحرجنا شوي، ولكن الحمد لله يعني الله كتب له انه يروح للنادي اللي احنا كنا نبغاه، وكان اغلب الاعضاء فعلا يبغون يروح الاهلي. اها طيب يعني انا طبعا بشيد بالنصر واحترم النصر واقدر النصر واقدر المسؤولين عليه، هذا لا غبار، نادي عالمي كل معنى الكلمه. صحيح. كل الناس اللي منتمين نادي النصر سواء اداريين او اعضاء شرف او جماهير، ولكن كل واحد له ميول يعني. يعني هو كان عنده ميول شوي للنصر. تقريبا. طيب. شكرا لك استاذ محمد على تواجدك وعلى استجابتك للدعوه. شكرا. شكرا استاذ محمد الوتيد وهو رئيس نادي الاخدود سابقا. يمكن فاجأناك بالموضوع. طيب. يعني واضح انه كان في ميول النصر سابقا. لا شك انا والاسره اخواني كلهم اربع اشخاص يعني كنا طبعا ميولنا نصراويه ونصراويا يعني النصراويه عندنا كانت يعني كبيره جدا. لكن قدري فعلا انه تواجدت، لو سمحت لي عادل يمكن انا حقيقه تقدمت قبل اني فعلا اؤدي يعني واجب التحيه والتقدير لشخصية كبيرة جدا تمثل مكانة وتقدير وأيضا لمواقفها الإنسانية والراقية جدا. وطبعا أنا عنده حقيقة مربي فاضل جدا يعني كان يرأس النادي وكان فعلا يعاملنا كأبناء له وكان يوجهنا بشكل مستمر وكان يدعمنا بشكل يعني فوق ما تتصور يعني كان يتابعنا حتى في منازلنا. وطبعا الأستاذ محمد يمثلنا الأخ الكبير والمربي الفاضل وأيضا الشخص الداعم بشكل كبير جدا، ولقيت منه مواقف عظيمة جدا بعد وفاة الوالد. الرجل فعلا احتواني ودعمني حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من خلال مشاركاتي للمنتخبات. نعم. أعود لسؤالك، فعلا أنا ميولي في الفترة الماضية كانت نصراوية وكنت فعلا أرغب وأتمنى أيضا التواجد في نادي النصر. طبعا ما كان هناك اتفاق وكانت الإدارة ترغب بالموافقة تقديرا لمحمد، إلا أنه فعلا قدري أنه أوجدني في نادي كبير، نادي راقي، نادي يملك جماهيرية كبيرة، يملك مسؤولين كبار يملكون أيضا الثقافة، فعلا ساعدوا فعلا، وكان حضور أيضا محمد في النادي الأهلي وكان أيضا للدعم اللي كان يجده من إدارة الأخدود اللي هي أنا أسميها هو البيت أو العائلة اللي فعلا ربت محمد بشكل كبير جدا. فحقيقة ما وجدته من الأهلويين من رقي تعامل وأيضا احتواء، أعتقد أنه فعلا أوجد عند محمد الحب والتقدير والوفاء أيضا لهذا النادي ولرجاله ولأيضا مسؤوليه. فأتمنى حقيقة أنه في الفترة الماضية تواجدت في الأهلي كلاعب، أتمنى أني أكون فعلا كنت يعني مخلص لهذا النادي وأيضا مقدرا لما عملوه لمحمد. أتمنى في المرحلة القادمة أن أكون كمسؤول إداري في إدارة النصر يكون حضوري امتدادا لحضور السابق، وكل المسؤولين كل الشكر والتقدير ولمن قدم لمحمد الدعوة في التواجد في نادي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وأيضا يملك اسم وتاريخ بطولاتي كبير. أتمنى أن يكون محمد حضوره امتدادا لحضوره ووفائه امتدادا لوفائه مع فريق الراقي. ترددت كثير؟ أنا لم أتردد مثل هذه الدعوات. لما تنظر للدعوة مقدمة من صاحب سمو الأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وكذلك أيضا مقدمة من المشرف العام صاحب سمو الملكة الأمير الوليد بن بدر، كذلك يجب أن تضع بين قوسين أنت يعني الدعوة مقدمة من نادي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة، يملك اسم كبير جدا. المسألة ليست في عملية الحضور والتواجد في تنصيبك كمسؤول مثلا في إدارة النصر، وإنما هي في الكيفية. فدرست الامور بجميع الجوانب ووجدت حقيقه انه فعلا الخطى وتواجدي مع المشرف العام لكره القدم
الامير سمو الامير الوليد بن بدر، اعتقد انه هذا كان يمثل لي اضافه كبيره جدا، اضافه للعمل الجاد حقيقه والمخلص، وايضا اللي فعلا جالس يقدم من خلال المرحله الماضيه، كان عمل الحقيقه مقنع، وايضا الفكره اللي اوضحها لي سمو الامير الوليد بن بدر، اعتقد كان هذا عامل مساعد كبير جدا. انا اتقبل الفكره وان اتواجد في نادي العالمي، وايضا اتمنى ان يكون محمد ايضا يقدم يعني الشيء اللي يتوافق مع مكانة هذا الجمهور الكبير. انت بسألك اخيرا بس، فكره مين تعرف فكره مين وجودك في النصر؟ انا حقيقه ما بحثت من صاحب الفكره، وانما انا قدرت الدعوه. طيب. فاعتبرتها هي تكليف وتشريف في نفس الوقت. طيب، عموما احنا نتمنى لك التوفيق. من هنا الى نهايه البرنامج بنتكلم معك محمد السويلم المحلل والناقد الرياضي المعروف. خلاص نقفل موضوع النصر مثل ما وعدناكم، مثل ما اصلا كانت النيه. تبغى تعلق على الموضوع، شايف لاعب اهلاوي يكون مدير يعني الاحتراف. هذا يعني تطبيق للاحتراف قديم، يعني يبدو بدليل انه محمد كان يفضل او يحب النصر ثم يحترف او ينتقل الى الاهلي، كتطبيق لبنود الاحتراف قبل ان يكون الاحتراف الفعلي في حينه. بالتاكيد انه محمد السويلم يبقى يعني شخصيه قدمت نفسها سواء عندما كان في الاهلي، وهو سيبحث ايضا عن النجاح عندما يعني يلتحق الان بمنصب جديد في نادي النصر. صحيح. ولذلك يعني يجب ان يكون الحكم من هذا المنظور يعني، ولا يخرج عن هذا النطاق في حال من الاحوال. نتمنى لها التوفيق ان شاء الله. نتمنى لك محمد التوفيق. شكرا لك. نقفل الموضوع النصر محمد السويلم. من الان ضيفنا محمد السويلم الناقد الرياضي المعروف في المحلل الفضائي. نذهب الى موضوع اخر. في الاتحاد كما أكدنا قبل يومين بأن المفاوضات عادت مرة أخرى بين الاتحاد نادي الاتحاد السعودي ولاعب الوداد المغربي فابريس أونداما. قلنا في ذلك اليوم بأن الاتحاد عاد للمفاوضات، وأن مفاوض الاتحاد موجود الآن في المغرب في ذلك التوقيت، وأن رئيس النادي في نفس اليوم كان عنده اجتماع مع وكيل أعمال اللاعب وقت البرنامج. كنا نتحدث عن ذلك الاجتماع لمحاولة إقناع اللاعب بالاكتفاء بالنصيب المادي. المصادر تشير إلى أنه تم زيادة نصيب اللاعب، وبالتالي اليوم أعلن الاتحاد بأن اللاعب فابريس أندامة سوف يصل غدا إلى جدة برفقة عضو الشرف الماسي الذي بذل جهودا كبيرة في سبيل إنهاء التعاقد مع اللاعب. فقط خبر مقتضب جدا من المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، وذكروا بأنهم سيوافون بالتفاصيل لاحقا، لكن هذا هو أهم في الموضوع وما جاء في الخبر، حيث سيصل اللاعب غدا. في جانب آخر، واصل الاتحاد السعودي لكرة الاتحاد الدولي عفوا الفيفا ثقته في الكوادر الإدارية الرياضية واختياره لعدد منها في لجانه. تلقى أمس الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا من أمين عام الاتحاد الدولي السيد جيروم فالكي، يفيد باختيار مدير استاد الملك فهد الدولي المهندس سلمان نمشان عضوا في لجنة الأستادات والأمن بالاتحاد الدولي. على الهاتف أرحب بالمهندس سلمان. طيب لسه، طيب تقول لي بسرعة يا قعيب، أنت تقول لسه. نتمنى إن شاء الله التوفيق لسلمان النمشان. طيب اليوم عندي اثنين من الاعداء، المخرج والمعد. اتمنى توقفون معي شوي. معاك. طيب حسن أونداما. شوف أونداما يعني لاعب يعني اولا نجحت دائما دول المغرب العربي تنجح في تسويق لاعبها حقيقه. طيب. يعني هذا كبدايه، وانا اعتقد انه يعني لو تساءلنا عن الرقم الذي قدم فيه أونداما وعقدنا مقارنه بسيطه بينه وبين ما سياتي به الاتحاد لوجدنا بون شاسع، لكن ما يهم في المساله في المقام الاول ان يكون لاعب مفيد للاتحاد. الاتحاد دخل في صفقة في البداية شابها ما شابها، وذكر عنها كثير من الأخبار في حينه. نعم. الآن يأتي اللاعب مع عضو شرف، الأهم أن يكون لاعب مفيد. طيب. وأن يعني ينسي الاتحادين على الأقل نوعا ما المشكلة الهجومية التي يعاني منها الفريق. نعم. محمد، في مهندس سلمان نمشان يختار في عضو في اللجان سبقها عدد من الأعضاء، دكتور حافظ، محمد النويصر، عبد الله السهلي، يختارون في الاتحاد الدولي، كيف تصف هذا؟ شخصية مميزة. أنا أعتقد أنه هذا الاختيار كان يعني متأخر، لأنه شخصية قدمت نفسها من البدايات أساسا، وفعلا رجل يسمى عميد مدراء الملاعب. نعم، هو يملك القدرة، يملك القدرة فعلا على إيجاد نفسه، وفعلا التواجد بمثالية أيضا، وتمثيل أيضا الأكاديميين أو المختصين أو المسؤولين السعوديين على مستوى الاتحاد الدولي بكل مثالية وبكل أيضا حضور مميز، لأنه شخصية متميزة ومميز أيضا من خلال تواجده، من خلال
مسؤوليته الموجوده من خلال ايضا عمله في استاد الملك فهد. انا اعتقد انه شخصيه يعني تستحق كل التقدير، وانا كنت اقول فعلا من البدايه انه فعلا هذا الاختيار كان متاخر، يفترض انه يكون له من فتره ايضا يعني طويله جدا. طيب عموما كنا منسقين مع طيب معنا على الهاتف المهندس سلمان النمشان مدير استاد الملك فهد الدولي. ومساء الخير ابو مخلد. الله يمسيكم بالخير، امسي عليك اخوي عادل، امسي على اخواني معك في اهلا وسهلا المشاهدين. اهلا وسهلا فيك ابو مخلد. غدا احتفال بعميد لاعبي العالم، ويبدو انك من حقك ان تنصب عميد مدراء الملاعب في العالم العربي. الف مبروك تواجدك في الاتحاد الدولي. انا ابارك لكم انتم قبل ما ابارك لنفسي، لانه يمكن انا اقولها ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني اغبطكم ولا احسدكم على الشيء اللي انتم فيه من تميز. شكرا لك. اسال الله سبحانه وتعالى ان نصل الى ما وصلت اليه من هذا التميز. شكرا لك ابو مخلد. ماذا سيكون عملك بالضبط في الاتحاد الدولي؟ يعني عطنا بس نبذة مختصرة. بإذن الله. أنتوا يمكن الكل يعرف أنه من 2005 أنا مفتش استادات ومفتش أمن وسلامة، ثم أصبحت مراقب مباريات في الاتحاد الدولي وفي الاتحاد الآسيوي. صحيح. الآن أصبحت في اللجنة الرئيسية للاستادات وأمن وسلامة المنشآت. العمل هو أنه في اللجنة يتم استعراض المخططات لأي استاد جديد يبنى دولي ويعمل عليه الملاحظات، ثم يقوم الاتحاد الدولي بزيارات تفقدية أثناء تنفيذ أي استاد جديد للتأكد من اكتمال عناصر الأمن والسلام ومتطلبات الاستادات. في بعد انتهاء العمل يتم مسح هذه الاستادات للتاكد من جاهزية الاستاد للتشغيل. نعم. أمنيا وفنيا. ثم بعدها إذا كان هنالك مباريات ذات خطورة عالية أو ذات أهمية عالية، يحضر سواء مفتش أو أحد أعضاء لجنة الأمن والسلامة إلى الموقع قبل فترة. نعم. للتأكد من عمل الاجتماعات اللازمة، للتأكد من سكن الفريق الضيف، للتأكد من جماهير الفريق الضيف. نعم. للتأكد من اكتمال عناصر الأمن والسلامة، يعني نقول من المطار إلى المطار سواء جمهور أو فريق، وفي أثناء المباراة يكون كل الإجراءات الأمنية مؤمنة. نعم. بعد كذا إعداد التقارير إيجابا أو سلبا. نعم. يعني إذا كان هنالك إيجابيات تعمم ويشكر من عمل الإيجاب، إذا كان هنالك ملاحظات طيب. يتم وضعها في تقرير على أساس تلافي عدم وقوعهم فيها مرة ثانية. طيب عموما احنا يعني نتمنى لك التوفيق، وبالتاكيد انت واجهه يعني مشرفه للسعوديين، وبكره ان شاء الله الملعب حيفتح الساعه كم؟ استغل وجودك بس اسالك. بمشيئه الله الملعب الساعه 3:30 مفتوح. وبمشيئه الله لن يمل الجمهور. نعم. وبمشيئه الله سيكون كل شيء موفر للجمهور. نعم. الجمهور عزيز علينا. محمد الدعية عميد لاعبي العالم، محمد الدعية قدم للوطن وقدم لنادي الطائي قبل ان يقدم ايضا لنادي الهلال الشيء الكثير. محمد الدعية لا يمكن يختلف عليه اثنين، لذلك صحيح. الجمهور الكل حيحضر، والكل ان شاء الله بمشيئه الله عقدناها وتوكلنا، لذلك نسال الله التوفيق. كل البوابات مفتوحه طبعا. جميع الابواب مفتوحه، 54 بوابه عن 8 ممرات رئيسيه. فقط إذا سمحت لي تفضل في ألفت النظر أنه الجميع يجب أن يعرف أنه البوابة الغربية الرسمية والمواقف الغربية ستكون مخصصة فقط لحاملي بطاقات الدعوة. نعم. ولبطاقات المنصة البلاتيني والذهبي وللجان العاملة وللأخوة ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق أبو مخلد، شكرا على جهودك، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق في قادم الأيام. شكرا لكم. شكرا للمهندس سلمان النمشان. الحديث عن مهرجان اعتزال الدعية وصل اليوم إلى العاصمة الرياضية السعودية الرياض. الفريق الإيطالي يوفنتوس لحضور أو للعب مباراة مهرجان اعتزال الأسطورة محمد الدعية. الفريق وصل متأخرا اليوم عن الوقت الذي تم تحديده سابقا بسبب تأخر إقلاعه من دبي. الرابعة كان موعد الوصول،
جماهير تنتظر فريق جوفنتوس الذي سيسجل تاريخه العريق مباراته يوم غد مع فريق الهلال السعودي. فالتاريخ سيروي وداع الدعيع في مباراة ستجمع عمالقة العالم. فاستقبال بعثة فريق جوفنتوس ترافق بوردة بيضاء وأخرى زرقاء. بوفون وديل بييرو كان أبرز من التف عليهم الجمهور وقوبلوا بتحية كبيرة. انطلق موكب الفريق باتجاه الفندق وتبعته الجماهير الزرقاء ولسان حالها يقول: يا أسطورة، غدا سنودع عملاق آسيا، سنودع أسطورة بكل ما تعنيه الكلمة، ستتقاطر الدموع لرحيله وسنطوي صفحة العمالقة، وغدا أيضا سينتهي جيل التسعينات وأحلى الذكريات آنذاك. زميل سلطان الراجحي اللي كان متواجد في استقبال الفريق الإيطالي الذي امتنع لاعبوه عن الحديث حتى المؤتمر. المؤتمر اللي كان المفترض أنه يعقد اليوم الساعة 6:15 حسب مع يعني وافتنا اللجنة بالأمس، وكان المفترض أن احنا ننقله على الهواء مباشرة، ولكن تأخر المؤتمر ما بدأ للساعة 9:30 تقريبا أو أكثر من كذا، فلذلك كان وقت مباريات طبعا الاستديوهات التحريرية فلم يتم نقله، ولكن تم نقله بعد نهاية المؤتمر تسجيلا مباشرة قبل بداية البرنامج. حضر المؤتمر اليوم الإيطالي الشهير بوفون لمواجهة الدعيع، لقطات من المؤتمر. الجوبيليه بيشامو ديال دايا، وانا بالنسبه لي شرف عظيم ان العب غدا على يعني مناسبه اعتزال البطل محمد دعيع على شرفي. Non sono più giovane, ma io mi ricordo quando ha fatto i mondiali in America e quando li ha fatti in Francia, ecco. انا لست يعني شاب يعني جدا، ولكن انا اذكر لما شارك في بطولات العالم سواء البطوله الاولى في بريما دوبي in America nel 94 في امريكا بالعام 1994. E questo lo dico con molta sincerità, me lo ricordo perché è sempre stato uno dei migliori portieri dei mondiali, quello ci tengo a sottolineare. بكل صراحة وأحب أؤكد ذلك أنه كان من أفضل يعني حراس المرمى في ذلك في تلك البطولة. وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بكرة إن شاء الله في مباراة ودية إن شاء الله. دوماني سرا ونا ميكي ولي. ممتع للجمهور إن شاء الله. ممتع يعني. سرا molto interessante molto divertente. واتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله للجميع. اوغور ا tutti ogni ecco felicità e successo. شكرا. Grazie. È un grande piacere, un grande onore venire a festeggiare un grandissimo campione. طبعا بالنسبه لنا هو شرف عظيم وسعاده عظيمه ان نحضر الى هنا للاحتفال ببطل كبير. E quindi siamo veramente molto contenti, così come siamo molto contenti di vedere questo affetto. وبالتالي نحن سعيدين جدا لان نرى ونلمس هذا العاطفه والمشاعر الطيبه. Anche molto lontano nei confronti dei nostri colori, questo sicuramente ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. وهذا طبعا مدعاه لفخرنا ورضا وسعادتنا ان نرى هذه يعني المشجعين والجموع التي رحبت بنا. الفريق الإيطالي وجد استقبالا حاشدا في الفندق عند وصوله، ومما عطل حتى بداية المؤتمر فترة طويلة. عموما الفريق الإيطالي تدرب صباحا ومساء في دبي، ولذلك لم يجري أي حصة تدريبية هذا اليوم ولن يجريها غدا، سيكون قبل بداية المباراة في الملعب حسب ما علمنا. عدد من أعضاء شرف الهلال قدموا تذاكر مجانية، قاموا بشراء تذاكر وقدموها لعدد من الأيتام ودار الدور الاجتماعية، وكذلك عدد من المرضى التابعين أو الذين يتعالجون في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، الذين أيضا قدموا مجهود كبير في الوصول والتفاعل مع الفعاليات الموجودة في المجتمع. أرحب على الهاتف بالدكتور محمد القحطاني المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض.
مساء الخير دكتور. مساء الرضا والسرور، حياكم الله. اولا نمسي عليك وعلى ضيوفك الكرام. اهلا وسهلا فيك. والمشاهدين ايضا. اهلا وسهلا فيك دكتور. اولا يعني نسال الله عز وجل يحرمكم الاجر، انتم في مكان حقيقه في خير الدنيا والاخره ان شاء الله. ان شاء الله. اليوم وصلكم تذاكر بعدد كبير لعدد من المتواجدين في المجمع، صحيح؟ نعم. اولا في البدايه اشكر اعضاء تفاصيل الهلال لدعمهم هذه البادره، وكانت بادره صراحه خيره. مجمع الامل للصحه النفسيه طبعا ممثلا في منزل منتصف الطريق، احد البرامج التأهيلية لمرضى الإدمان عندنا. نعم. فيها فكرة البرنامج التأهيلي هذا نأهل المرضى المدمنين المتعافين الآن حاليا. نعم. للعودة للمجتمع والانخراط فيه مرة أخرى. نعم. والبادرة صراحة تواجدت أولا عند المرضى، أولا لحضور حفل وداع الكابتن محمد الدعية اللي ما يختلف عليه اثنان بجميع الميول الرياضية الموجودة في المملكة العربية السعودية وخارج المملكة أيضا، على قامة مثل هذا القامة وما قدمه للوطن في مشواره الرياضي. عموما كانت البادرة أنها نحن الزملاء الموجودين معنا في المنزل أنهم يشاركون في الاحتفال هذا. عموما أشكرهم مرة أخرى على الدعم. أنتم حقيقة تقدمون عمل مميز في المشاركة في الفعاليات الاجتماعية، ودعوتكم سبق حضرتوا حقيقة يعني متواجدين طوال اليوم. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، ونحن يعني معكم قلبا وقالبا لأنكم تقومون بعمل رائع جدا. الله يجزاكم الخير وشكرا جزيلا مرة أخرى للجميع. الله شكرا لك دكتور محمد القحطاني مدير مجمع الأمل للصحة النفسية اللي حيحضر عدد من المرضى اللي وصلوا للمرحلة النهائية في العلاج للمؤتمر اللي عفوا لمباراة الدعية، وعدد من أعضاء الشرف قدموا لهم التذاكر مجانية. الفاصل الأول، بعده نعود لمتابعة الجزء الثاني. البرنامج كما تعلمون يهتم بكافة شؤون دوري أندية الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية. مدار الحديث والتحليل. اللاعبين فعلا يلعبون للشعار، يعني ما تهم الامور الماديه. لا رواتب ولا مكافآت ولا شيء. لازم من الالتفاف حول النادي. بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من الملعب، ضيوفنا حسن القرني ومحمد السويلة مع حفظ الألقاب. اليوم أقيمت بدأت جولة مثيرة في الرياض، بدأت بمباراة القمة بين المتصدر والوصيف بين الشباب والهلال. مباراة كل شيء فيها ممتع، حضر فيها كل شيء باستثناء الأهداف. بعض اللقطات من المباراة. الثاني من الدوري الثاني من دوري زي السعودي المحترفين، كرة ملعوبة عرضية من نسير بالجبروك تصل إلى إبراهيم يترى يسدد، لكن حسن العتيبي على دفعتين يستلم هذه اللقطة إلى لف الرأس، وبالتالي عيسى الحيرة يدعم مدير الحماء، كرة أمامية للشباب وناصر الشمراني أمام المرمى في محاولة لصالح الشباب، وحكم اللقاء لا يحتسب شيء. يا عيني على إعداد عبد العزيز. عبد العزيز الدوسري حقيقة يعني اللياقة البدنية عالية، كرة ملعوبة يوب يوكسو، الكرة تتخلص تسديدة وانفراد كان من الناحية اليمنى وتعود وليد عبد الله يخلص. حاول الاقتداد بهذه الهجمة لصالح الشباب، كرة ملعوبة إلى فرناندو مينغازو والتمريرة جيبارو تسديدته إلى خارج أرض الملعب. يخطئ في إيداع المرمى في شوط المباراة الثاني أو لا يوفق في إيداع المرمى، تسديد الله الله يا عبد العزيز. حاول التسديد نواف العابد آخر الكرة. بعد المباراة
حديث أو ردة الفعل جاءت من قبل اللاعبين عيسى المحياني، ماجد المرشدي، أحمد عطيف ونايف القابو. لا الحمد لله على كل حال، أكيد المباراة ما كانت سهلة، الكل يبحث عن الصدارة، حاولنا يعني أقل شيء نسجل الفرص اللي جاتنا، الهلال جاته فرص، الشباب برضه جاته فرص، المباراة كانت ممتعة ومن الطرفين، لكن كرة القدم حلاوتها بالأهداف ما اكتملت اليوم. الحمد لله رب العالمين، أول شيء أهني الفريقين على المباراة الحلوة اللي تلعبت اليوم. طبعا بالنسبه للاوفسايد هو مو تسلل صريح، لكن هذا تكتيك احنا نلعب معاه مع المدرب متمرنين عليه لفترات طويله، بس ابدا ما نلعب على الاوفسايد الصريح، لكن طول ما انه اللاعب راح خلاص ليش تجري وراه، خليه في الاوفسايد، وهذا اللي كنا شغالين عليه يعني طول الفتره الماضيه ومن بدايه الموسم. زي ما انت شايف الكل يبحث عن الصداره، يعني قدمنا مع شقانا نادي الشباب يعني مباراه ممتعه، الكل دخل يهاجم، انا ما اعتقد ان يعني الفريق بيدافع فريق بيهاجم، لا الكل بيهاجم، ولكن قدر الله ما شاء فعل، يعني حصلت لهم فرص وحصلت لنا فرص، قدر الله ما شاء فعل، احنا نبعد عن 3 نقاط قدر المستطاع، حاولنا التسجيل اكثر من مره، وهم نفس الطريقه يعني بيحاولون انهم يوقفون نادي الهلال ويتصدرون، ولكن زي ما انت شفت المباراه طلعت يعني جامده بين الفريقين، ونحمد الله ونشكره على كده. والله انا اقدر اوصف مباراه اليوم انها كانت مباراه تكتيكيه بحته يعني من المدربين، وكان في حذر شديد يعني اغلب مجريات المباراه، وزي ما ذكرت كل الفريق يخاف يخسر، انت تعرف ان المباراه اليوم تعتبر يعني ب6 نقاط، يعني لو فزنا وخسر الشباب حنفرق عنه يعني فارق نقطي، ونفس الشيء الشباب، فالحمد لله شكرا، يعني مباراه تكتيكيه بحته يمكن هي اللي اثرت على مستوى اللقاء. هذا حديث اللاعبين بعد نهايه المباراه عن المباراه. عيسى المحياني كان له حديث في جزء اخر بخصوص تواجد سعيد الحارثي وبخصوص مشاركته وتواجده في الفريق بعد أو خلال الفترة الماضية، وكذلك في حديث النايف القاضي عن عقده. لكن قبل ذلك بشكل سريع أسأل ضيوفي اليوم الهلال والشباب، كابتن محمد فنيا أسألك، كانت مباراة ممتعة وبس اللي نقص فيها الأهداف ولا كنت مبالغ؟ أنا لا شك حقيقة هو كان فيها يعني في أجزاء من المباراة كان هناك فعلا يعني نوع من الاستمتاع للمشاهد من خلال أيضا القيمة الموجودة عند اللاعبين الناحية الفنية. أنا أعتقد أن الطريقة اللي تواجد فيها السيد دور اللي كانت فعلا يلعب بمحور واحد أمام ثلاثي ممثل في جيفاروف وأحمد عطيف وأيضا عندك فرناندو كانت تمثل إشكالية كبيرة جدا. كان الشباب في بداية الشوط من خلال الشوط الأول كان قريب فعلا أنه ممكن يحرز هدف، خاصة من التحركات الإيجابية لناصر الشمراني واللي يملك فعلا القدرة في أن يوجد نفسه بمثالية من خلال منطقة 18، ما أثر على الشباب أنه كان ناصر يتواجد خارج 18، فبالتالي قلت خطورته، كان حذر أكثر الشباب. نعم الفريق الهلال تواجد الشوط الثاني بلعب بمحورين بعودة أحمد الفريدي إلى جانب عادل هرماش وتحويل محمد الشلهوف الجهة اليمنى، هذه مثلت إشكالية لأنك تواجدت بمهاجم واحد وهو العربي، فبالتالي العربي عنده نوع من البطء، فبالتالي أثر على حركة اللاعب وأيضا أثر على تواجده بمثالية من خلال خط المقدمة، وهذا ما لاحظه المدرب، فبالتالي عمل تغيير. أنا أعتقد أنه كان يفترض أن ينزل مهاجم مكان مهاجم آخر حتى يزيد نوع من الضغط على فريق الشباب، وبالتالي يوقف اندفاع الشبابيين، لأنه كان هناك فعلا اندفاع من فرناندو كان يتخلى عن دوره الدفاعي بجانب عمر الغامدي، فكان يمثل لاعب آخر مع ناصر الشمراني أو جيباروف، لكن هذه أوجدت إشكالية. فأنا أعتقد العمل التكتيكي من المدربين والحذر الشديد والحرص على عدم خسارة المباراة أنا أعتقد أنه فعلا أوجدتها بهذه النتيجة السلبية اللي تعتبر لكلا الفريقين تحديدا في هذا المرحلة. طيب سنتابع عن حديث عيسى المحياني في موضوع آخر ليس علاقة في المباراة. ممكن برضو في الموسم السابقة يعني ما كنت ما تتيح لي الفرصة، أنا يعني أحاول قد أقدم بوسعي يعني نتكلم عن الناس اللي إن شاء الله يعني يكونون ظنين يعني ظن خير في عيسى، وإن شاء الله أقدر أقدم المستوى المعمول يعني كل ما أتيحت لي الفرصة، وأنا دائما أقول يعني أنا رهن الإشارة يعني. وبالنسبة لأخوي سعد يعني سعد بالعكس لاعب كبير وغني عن التعريف ولاعب يحتاج الهلال في الفترة هذه يعني بالذات، لأنه تعرف أنت الهلال يصارع على جميع الجبهات وفي جميع البطولات يعني، وعنده تعرف طوال الموسم يعني أي مدرب يحتاج 4 مهاجمين جاهزين يعني طوال الموسم، تعرف لا سمح الله إصابات غياب لاعبين دوليين يعني تعرف يوسف العربي رايح للبطولة الأفريقية، فأكيد يعني الكابتن سعد احنا محتاجين وقبل وإن شاء الله يكون بإذن الله يعني عند حسن الظن. نايف القاضي تحدث عن عقده وأن بقي له 3 أيام للدخول في 6 شهور.
فعلا الحمد لله يعني هذا المستوى مو نايف لحاله، هذا الفريق كامل ساعدني، يمكن انه هتساعدنا مع بعض عشان نظهر بالمستوى هذا. بالنسبه لعقدي يمكن لسه باقي لي 3 أيام ان شاء الله، اخش على 6 شهور. اتمنى ان شاء الله انه نتفق انا والنادي ان شاء الله، ووقتها ان شاء الله يفعل الله ما يريد. يعني ما في شيء مسبق؟ ما في عرض رسمي حتى الان بصراحه، لكن اتمنى ان شاء الله انه تكون الامور اوضح في الايام الجايه. حسن، الشباب والهلال او الهلال والشباب طبعا كلهم منهم محافظ على مركزه، المستفيد ربما الاهلي غدا لو فيما لو حقق نتيجه جيده وتصدر، لكن هي قمه الدوري بين المتصدر والوصيف، المفترض انها تكون هي الترمومتر والمقياس للقيمه الفنيه للدوري، هل فعلا كانت كذلك؟ عاده المباريات اللي تنتهي بنتائج سلبيه دائما ما تكون يعني الأسوأ في كره القدم، لكن مباراه اليوم حقيقه كانت جميله، كانت فيها التحامات، كان فيها اداء فني راقي، كان فيها فرص كثيره مهدره، يعني كان فيها حقيقه عمل فني جيد. انا اعتقد انه تفوق برودوم على زميله دول كثيرا في المباراه، وكان الشباب يعني في فرصه يعني اكثر خطوره، وكان اقرب للتسجيل والظفر بنتيجه المباراه. في النهايه هذه نتيجة المباراة، وأنا يعني أعتقد أن فعلا المباراة خدمت الاتفاق والأهلي، يعني ليس الأهلي لوحده، بالتأكيد أن الأهلي فيما لو قدم نتيجة إيجابية غدا سيكون منصفة على المركز الأول مع الهلال، وتبقى مسألة حسبة ما له وما عليه من حيث الأهداف. هي في صالح الآن، ربما في صالح حتى الآن، لأنه فارق الأهداف 16، فممكن يكون في صالح. خلينا نشوف حديث للأستاذ خالد البلطار رئيس مجلس إدارة نادي الشباب. يعني الحمد لله على كل حال، تعادل اعتقد يعني ما كنا نستحق التعادل حقيقة، كنا يعني لنا الأفضلية النسبية في الشوط الثاني وفي الشوط الأول، وأكثر فرص، أكثر فعالية أمام المرمى، لكن حقيقة كانت يعني سلبية لعدم التسجيل هي اللي خلتنا يعني نطلع في التعادل. والله ما في شك، يا ترى يصنع ويسجل ولعب كبير، واعتقد مساله يبقى او ذا او يذهب، اعتقد هذه من صلاحيات المدرب، والامور الفنيه في نادي الشباب هي جميعها بالكامل 100% للمدرب. الشيء الثاني يعني اعتقد انه اليوم وضع ناصر تعرف لعب يعني يعني الفرص القليلة لعب فيها، لأنه كان هناك احتمال أنه ما يلعب، وظهر بمظهر اليوم ناصر، لو كان بمظهره الطبيعي وبفورمته الطبيعية أعتقد له كلمة اليوم، مع يا تارا مع تألق يا تارا وجبروه كان اليوم حسمت الفرص. ولكن زي ما قلت لك، يا تارا بيد المدرب، وإن شاء الله يعني إحنا نعد جماهير الشباب دائما نكون أفضل من كذا، وأفضل دائما نحاول نكون أفضل. أخيرا فيما يخص اللاعبين السعوديين، تحدث عن نايف القاضي قبل قليل، قال أنه قريب حيدخل فترة 6 شهور وينتظر العرض الرسمي. سياسة عامة في نادي الشباب، أعطني سياسة عامة حتى لا نسأل بالتفصيل عن اللاعبين، كيف تحكم على لاعبين؟ سؤال ممتاز. شوف، اللاعب اللي يبيه نادي الشباب وحريص عليه تأكد أن حنتفق معه، لن نختلف نادي الشباب مع ابن من أبنائه. واللاعب اللي ما نبغاه أو نعتقد أنه يعني خدمته لنادي الشباب أو خدمات النادي الشباب قد تقف عند حد معين، هذا متاح له. نايف قاضي، عمر الغامدي، حسن معاذ، أسماء أخرى كثيرا يرغب فيها نادي الشباب، وتأكد يعني أنهم باقيين في نادي الشباب، وتأكد أننا بنتفق معهم ولا عندنا أي مشاكل. نعم نايف وعمر قربوا، لكن في اتفاق أنه بعد مباراة الهلال نجلس معهم وينتهون الموضوع، أعتقد محسوم سلفا. هذا حديث رئيس الشباب. بشكل عام محمد، اسالك انت، قلت انه برودوم كان تفوق على دول. انا اعتقد انه لو فعلا تعامل يعني في نقطه مهمه جدا، وهي فعلا الاستفاده من الفراغ الموجود في الجانب الدفاعي الهلالي بايجاد مهاجم اخر، خاصه انه كنا نلاحظ انه فرناندو يعاني وجيباروف من نوع من البطء في الهجمات المرتده. طيب يعني ما تعامل بشكل جيد، لكن أعتقد انه يفترض، كان من المفترض ان يوجد مهاجم اخر، فانا اعتقد انه لم يتعامل بشكل جيد، ولم يكن عنده الجراه لايجاد مهاجم اخر حتى يحصل على نتيجه المباراه. دول حيمشي؟ والله في كلام كثير. برايك تتوقع انه معطيات تكون؟ والله ما بني يعني مع التقدير لجميع الهلاليين على باطل فهو باطل. الهلال لم يكن مقتنع في البدايه باستقدام دول،
وليش جابوا إذا ما والله ربما أنه كانت يعني ظروف الوقت عامل الوقت يعني ربما ساهم في المشكلة، ولكن أنا أتصور أنه كان خيار أمام الهلال الثالث، وبالتالي يعني استفاد منه الهلال، لكن أتصور أنه يعني غير مقنع حتى على مستوى المباريات اللي أداها الهلال. طيب عموما بالرغم من صدارة الهلال ترى يعني بالتأكيد هو متصدر حتى الآن وما زال يحافظ على صدارته حتى نهاية الجولة غدا لنعرف ماذا ستنتج عنها. عموما المباراة الثانية كانت اليوم بين الفتح والاتحاد، الفتح يزيد من جراح الاتحاد ويتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين أهداف المباراة. نعم الاتحاد الفتح يبغي يضمن المراكز الدافئة جدا، كرة منقولة لعبت الراس اتخلصت مبروك رجعت الخلف محاولة تصويبة اتخلصت من على خط المرمى ما زالت تسجل جول جول أول للنموذجي جول لأبناء الواحة جول لسفير الأحساء جول لفارس الأحساء هدف أول للنموذجي. مباراة ليست سهلة للأبد ليست سهلة للغاية هدف أول من تحاوي الكوردوني دوريس سلمو يبدأ حكاية المباراة ويبدأ مع تحية الجبال وكأنه يعتلي أول الجبال. منقولة كيمو سيسوكو تدخل مع باولو جورج أخذ كرة باولو لعب كرة داخل منطقة الجزاء عالية خطيرة جول 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 للعنزي جول للعميد صفحة من جديد مع عام جديد هدف للعنزي الثاني في الدوري شخصيا له هدف التعادل للاتحاد على فرحة الاتحاديين. ربيع السفياني أخذ المساحة مرر خطيرة جول ثاني جول ثاني جول الله 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 جول ثاني للنموذجي جول ثاني لأبناء الأحساء في أروع مساء في أروع صورة في أجمل تعبير وفي أجمل توقيت إنه النموذجي إنهم أبناء النخيل الذين لا يعرفون المستحيل. أحمد وعبيد يمكن يشارك فيما تبقى المباراة تقاطع محاولة حمدان سيطر عليها صوب جول جول فتح الجبال فتح الجبال. الفتح يطلق عنان الإبداع وروعة الإبداع في مدينة التمور وفي مدينة 13 مليون نخلة في الأحساء كشموخها وقوتها. تمريرة حلوة محاولة من الصقري طلع لعبها لويندل صوب جول عدت ولا لا جول حكم المباراة ايش يقول جول ثاني من حكم المباراة وراح نتابع الصورة كاملة هذه الكرة مرة ثانية. انتم عندكم الآن الحكم والعيوب كرة من نقلت واللعبت لا جول لا جول ادخلت بكاملها ادخلت بكاملها وهدف صريح للاتحاد وهدف ادخلت بكاملها خلاص. ألف مبروك للفتح الضنوفر للاتحاد كابتن محمد. الأجمل من خلال أيضا حضور الفتح يؤكد حضوره من خلال استمتاع الفريق وأيضا عمله الجماعي وأيضا من خلال المدرب قارئ فعلا متميز كرر أيضا النتيجة على فريق الاتحاد. يبدو أن الاتحاديين لا فعلا يعون الدرس اللي فعلا استفاد منه فتح الجبالي للمرة الثانية يعني على التوالي من خلال أيضا لعبه على الهجمات المرتدة وأيضا استفادة من الفراغ الدفاعي الموجود في منطقة نادي الاتحاد. أعتقد أن الفريق الاتحاد يعاني من إشكالية كبيرة جدا تكمن في عملية عدم التركيز والتمركز الصحيح ما بين قلبي الدفاع إضافة إلى عدم وجود محاور يؤدون الدور الدفاعي بشكل مثالي، فبالتالي كان هناك فعلا حضور وحضور جيد لفريق الفتح أثبتوا أيضا من خلال الروح والرغبة بالتواجد المثالية وتكرير أيضا الانتصار على فريق الاتحاد اللي أعتقد أنه فوز مستحق على فريق فعلا جالس يقدم نفسه بعطاءات لا تتوافق مع فريق يملك القدرة من خلال الجانب العناصري وأيضا كتاريخ فريق أنه يظهر بهذا الصورة اللي فعلا لا يمكن أن تقنع جميع الاتحادين. ماذا يحدث في الاتحاد؟ سوء تنظيم على مستوى خط الظهر حقيقة واضح جدا. الكرة يعني الهدف الأول تعود لنفس اللاعب ومرتين ويسجل منها جول مع أنه لاعبي الاتحاد منطقة الجزاء أكثر من لاعبي الفتح. أيضا الهدف الثاني أيضا يتم كسر المصيد سلل وتسجيل الهدف واضح أنه في لخبطة على مستوى خط الدفاع رغم أنه خط الرئيسي للاتحاد لاعب اليوم لكنه حقيقة يعاني من مشاكل على مستوى خط الظهر. يمكن قاعد اليوم يدفع ضريبة تغيير نعم تغيير المدرب جدة المدرب يعني تفهمه لأوضاع اللاعبين والطرق المناسبة لهم بالتأكيد أنه خسر وحاول الاتحاد لكن حقيقة الفتح فريق يستحق التقدير. نعم يعني من الأشياء المهمة على الإضافة إلى كلام الأستاذ حسن أنه عملية التوظيف اللاعبين بشكل صحيح وأيضا تنظيم
هذا الجانب اعتقد اللي فعلا يفتقده فريق الاتحاد من خلال ايضا لعب جارج باولو جورج من في الجهه اليسرى وايضا احيانا بلعب ويندل في الجهه اليمنى، وهذه تمثل اشكاليه كبيره جدا. انا كنت اتمنى انه المدرب يتواجد حسب الامكانيات الموجوده اللي لعب فيها الفريق وتواجد فيها بمثاليه امام فريق الرائد قبل ان ياتي. نعم. في رده الفعل بعد المباراه نتابعها من الجانبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. احنا ما احنا راضيين بصراحه عن مستوانا. ما قدمنا اتوقع لا المباراه الماضيه ولا المباراه هذه ما قدمنا اي مستوى يشفع لنا للفوز. هذا غلط منا احنا كلعيبه، استاذ فني، جهاز اداري، الكل يتحمل، يعني مو بس اللعيبه يتحملون. هذا شيء لما نفوز الكل يثني على اللعيبه وعلى الاداره وعلى المدرب، الخساره نفس الشيء. الحمد لله على كل حال، ان شاء الله احنا قاعدين اتوقع ان احنا نذبح انفسنا في الملعب. مو محالفنا التوفيق، هذا يعني شيء بيد رب العالمين، كل مجتهد نصيب. فتح قدم مستوى، اتوقع انه فاز بثلاث نقاط. والله ما ادري ايش اقول لك. اول شيء ابارك لاخواننا في الفتح، النتيجه والمستوى. ماني عارف ايش السبب، يعني ما في سبب معين اقدر اقول لك عليه، بس للاسف الاوضاع سيئه. ايش سيئه يا كابتن؟ هي كذا، هذه كره القدم، تمر عليك اوضاع سيئه وتمر عليك سنه سيئه. انا بس لي رجاء، يعني انه كل ما يهمه نادي الاتحاد انه يحضر. يعني سهل انه الواحد ينتقد، سهل انه الواحد يشتم، سهل انه الواحد يتكلم على فريق الاتحاد سواء اداره، لعيبه، مدرب. الان نبغى الناس توقف معانا، هذا الوقت اللي يحتاجه رجالات الاتحاد كلهم. يعني الاتحاد فيه امور مشاكل، فيه نواقص كثير، يعني مو هذه مو للاعلام، هذه لنا احنا نادينا هذا. شنو النواقص كابتن؟ هذه اشياء ما ابغى يعني اثيرها للاعلام، لانه مو مهم الاعلام يعرفها ولا لا، احنا نعرفها، احنا الاتحادين نعرفها. فنبغى بس الناس تتكاتف معانا، اعضاء الشرف، المسؤولين، اي احد يهمه نادي الاتحاد يتكاتف معانا. سهل انه انا اجلس برا واحط رجلي على رجل واجلس انتقد الكبير والصغير والمدرب، ومدرب غيروه وكل شيء، الرئيس والاداره سهل النقد. بس نبغى الفعل، فعل فين؟ ما في الا يعني الاداره، اللعيبه، ما في احد يساند. يعني مبارك للجمهور الفتحاوي والاداره واللاعبين على المستوى اللي صار اليوم، وهارد لك فريق الاتحاد. مهما ظل الاتحاد فريق كبير، وانك كنا عازمين صراحه ان نفوز، وخاصه ان الفوز على ارضنا وقدام جمهورنا يساعدنا كثير، ونحمد الله ان قدرنا نتوفق اليوم في المباراه. الحمد لله فزنا، قدمنا هديه صراحه يستاهل جمهورنا، صراحه كان عطشان يعني من النتائج هذه اللي كانت الموسم السابقه. الموسم هذه قاعدين نحقق نتائج ايجابيه. بالعكس، شوف احنا صحيح ظروف الاتحاد كانت صعبه، يعني استغليناها، وفي نفس الوقت احنا استغلينا ظروفنا اللي قاعدين ننتشي فيها، قاعدين نقدم فيها مستويات، والحمد لله ترجمنا المستويات اللي قاعدين نقدمها فوزا على الاتحاد. اثبتنا في جده واثبتنا في الشرقيه، وان شاء الله نثبت حق باقي الانديه ان شاء الله ان احنا موجودين. وما يعني زي ما اخفيك صراحه، احنا داخلين السنه هذه بقوه، حابين نتقدم مراكز متقدمه، وان شاء الله نحقق الطموح هذا اللي صراحه يفرح جمهورنا وادارتنا باذن الله. واضح فعلا انكم قادمين بقوه. الفتح في المركز الخامس، الاتحاد يتاخر المركز السادس. فاصل ثم نعود بعده لمتابعه الجزء الثالث. اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثالث. نرحب بضيفينا محمد السويلم وحسن القرني مره اخرى. ما تبقى من المباريات
القادسية والأنصار انتهت اليوم بفوز القادسية ليأخذ نصيبه من الأنصار كما فعلت كل الأندية، والأنصار يبقى في المركز الأخير بصفر من النقاط. وطلال الشمالي يبدو لي ولا عبد الوهاب علي، عبد الوهاب علي يسدد الكرة قوية، يا سلام، حلوة حلوة من عبد الوهاب علي، جول غزاوي، كتابة بعيدة، عبد الوهاب علي ينفذها، يا سلام، إلى على طول مختار الشنقيطي أمامية والشهراني مغطي ولكن يحصلها وضرب الجزاء. شوف ياسر الشهراني واللاعب الغدساوي يحطها، جول جول تعادل للأنصار، جول تعادل للأنصار رقم 22. شوف هذه إعادة ضربة الجزاء، أيمن راجح، راح نشوف الشمالي كرة اللعب انشال على طول إلى عبد الوهاب علي، سدد تصل على طول لأوتشي، حاول يعدي 18 سدد، جول جول أوتشي. شوف 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 الإعادة، شوف عبد الوهاب علي سجل، سدد كرة قوية واستطاع منها أوتشي، أخذ كورته واحدة والثانية جول، واحدة والثانية على طول، شوف أخذ كورته، يا سلام، عدى وسدد كرة بيسارة وبالتالي سجل الهدف الثاني. إذن القادسية يتغلب على الأنصار بهدفين مقابل هدف. كابتن حسن، الأنصار يعني يوزع نقاط على كل الأندية، يبدو أنه محطة لتزويد بالنقاط. الأنصار يعني مشكلته يعني واضحة من بداية انطلاقة مشاركته في هذا الدوري. أنا أتصور أن الأنصار يعني عاد أو سيعود إن لم يكن قد عاد بالفعل إلى 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 دهاليز الدرجة الأولى، وهي نتيجة طبيعية لمشاكل فنية، رغم أن الفريق عسكر في البداية، ويعني كنا نتوقع منه حضور جيد في الدوري، لكن حقيقة كل الأندية التي صعدت من الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز ربما كان على مستوى السوء، لم يوجد مثل الأنصار حقيقة. طيب، المباراة الأخيرة لليوم لعبت مباراة الرائد الفيصلي والرائد. الفيصلي يرفض انتفاضة الرائد ويتغلب عليه بهدفين مقابل هدف. الطائي أيضا في فترات على مروره في الملاعب السعودية، ملعوبة عالية وأخيرا ركلة جزاء، وبالتالي يأخذ عليها ركلة جزاء وبطاقة وإنذار من خلال هذه المباراة. شوف الحين هذه معلومة سريعة على فكرة، ربيع الموسى من المهددين بالإيقاف، المباراة القادمة لن يشارك من جديد. عصام الراقي ينفذ لك كرة، يا سلام، سينفذ لك كرة لمصلحة الفيصل، يلعب كرة داخل المنطقة، أوه جول للفيصلي، روعة روعة في ممشاه، قمة وروعة في أداء كل مباراة، قمة وروعة في أداء كل مباراة، هو الفيصلي محلاه. من يبحث عن الثغرات في شوط المباراة الأول سنشاهده في شوط المباراة الثاني. كرة ملعوبة، ربيع الموسى، فاصل مهاري، محاولة مرور، أوه صلح غلطته، يا الذويبي وصل ينفذ له كرة، ولكن هالمرة لا هروب ولا شمس للغروب، كل خصم يلعب معاه مرعوب، ألا يستحق بأنه يكون فيصل الفيصل همسة وصل في منتصف أرضية الملعب. كابتن محمد، الرائد بعد ما جاء عمار صويح تحسن شوي، قدم مباراة مباراتين كويسة، الآن يخسر من الفيصلي، نقدر نقول انها كانت فقط الصدمه ورجع المساله، ولا وش تقييمك للوضع؟ لا شك ولا يتوافق مع الامكانيه الموجوده عند اللاعبين، فريق يملك القدره، ما شاهدنا من خلال المباريات اللي فعلا قدم فيها عطاء جدا مميز، وقدم ايضا حضوره من ناحيه تنظيميه وايضا من جانب الانضباط التكتيكي، الا انه من خلال مباراته الماضيه امام فريق النصر كان يوجد عنده اشكاليه كبيره جدا تكمن في الطريقه وايضا في الدور الدفاعي وتحديدا قلبي الدفاع، كان يمثل اشكاليه كبيره جدا. انا اتوقع انه فعلا حضورهم في المباراه والمشاكل الموجوده في قلبين الدفاع هي اعتقد كانت طيب موجوده في هذه المباراه بشكل فيصلي. فيصلي حقيقه يلعب بطريقه متوازنه ويلعب حسب القدره والامكانيات الموجوده عنده، فيعتمد على الهجمات المرتده والاستفاده من الاخطاء، وهذا ما شاهدناه من خلال استفادته من غياب التركيز للاعب الرائد، فبالتالي حقق نتيجه ايجابيه ومستحقه كذلك. طيب الان الفقره التحكيميه،
رحب بضيف اللي انضم معي الكابتن علي المطلق. مساء الخير كابتن. مساء الخير لك عادل، ومساء على الزملاء الاستاذ حسن الاستاذ محمد. اهلا بك، وانا سعيد تواجدي معكم. الله يخليك. سخنت كويس؟ والله يا اخي مسخن انا، بس اخرتني كثير. طيب نبدا كابتن في المباريات، نبدا بالشباب والهلال طبعا، تعطينا اشياء مختصره. نعم طبعا احنا جبنا، ما جبنا الحالات كلها طبعا، اكيد المهم هي طبعا عندنا برنامج ان شاء الله يعرض يوم السبت القادم ان شاء الله ويكون فصل فيه. نعم طيب نبدا بالشباب والهلال. الشباب والهلال طبعا الطاقم اللي هو اعطونا لقطات الشباب. شوف اللقطات لو سمحتوا، هذه على طول بدايه اللقطه. طبعا اول لقطه عندنا بدقيقه 20 نشاهد الحاله هنا. طبعا هنا في دخول يتهور من لاعب اللي هو الشباب على لاعب الهلال. طبعا الحكم لم يتخذ القرار الاداري هنا، اتخذ الفني ولكن الاداري. هنا عقوبه مفترض على الحكم، اشاره بطاقه صفراء للتهور من اللاعب. هنا طبعا اللاعب الشباب اللي هو رفع القدم، ولاعب الهلال نزل الراس، ولكن لعبها بالشكل هذه خطره اعتبر، ولكن تهور من اللاعب مفترض على الحكم، اشاره بطاقه صفراء لهالحاله، ولكن لم يشهر بطاقة. نعم طيب هذا اللاعب خرج مصاب، مصاب وبشكل يعني صراحة. طيب هذه الحالة الثانية، نشوف الحالة، نشاهد الحالة اللي بعدها بدقيقة 23 نشاهد الحالة هنا اللي حالة استمر. لا لا في حالة المفترض تجينا بشكل واضح ولكن ما جابوها بشكل واضح. نرجع للحالة لو سمحت، إذا في إمكانية نجيبها. يمكن ما لها إعادات كابتن. 23 اللي مع حسن العتيبي نوضحها بشكل واضح. طيب ونوضحها إن شاء الله في برنامج أفضل. طيب أعطونا اللي موجود عندكم يا شباب. طبعا هذه الحالة، طبعا هنا الحالة هنا كرة بين الأربعة لاعبين اللي هو ثلاثة لاعبين وحارس، ولكن نشاهد هل في ارتكاب خطأ أو تصادم عادي عفوي. هنا طبعا حسن حاول أن يخلص الكرة، وناصر يحاول يهاجم بالحالة. الحالة طبعا استمرارية اللعب قرار سليم من الحكم، لا وجود المخالفة. هذه مرة ثانية كابتن. نعم نشوفها بشكل واضح ما فيها مخالفة. طبعا فيه الاحتكاك من حارس ومن الحارس من اللاعب، ولكن هنا المخالفة غير موجودة. طبعا شايف حسن طبعا لم يقصد انه يصدم، وناصر لم يقصد انه يصدم على الحارس. اذا الاستمرارية في هالحالة قرار سليم. قرار سليم. نعم. عطني الحالة اللي بعدها. شوف الحالة اللي بعدها. شوف الحالة، شاهد الحالة هذه. طبعا هذه مخالفة واضحة هنا، أعطى الحكم القرار السليم. طبعا لا وجود للبطاقات ولكن قرار سليم. شاهد الحالة اللي الثانية هنا. طبعا هنا لعب الكرة، هل لمس الكرة يد لاعب الشباب أو شاهدها لها بشكل واضح؟ طبعا الكرة الحين لم تضح لنا اللاعب اللي لمس الكرة هنا او لم يلمس. طبعا اللاعب وضع اليد في الجانب هنا. هنا لا وجود المخالفة، استمرارية اللعب قرار سليم للحكم. طبعا الكرة لم تبحث عن اليد، اليد لم تبحث عن الكرة، ولكن الصدام عادي وعفوي ولكن لا وجود لمخالفة. هنا نشاهد الحالة هذه. طبعا الحالة هذه الحكم وقف اللعب واحتسب مخالفة واشهر البطاقة طبعا هنا سلوك غير رياضي على لاعب الهلال، قرار سليم الحكم بإشهار البطاقة الصفراء. هنا شاهدها بشكل واضح، هنا في مسك في تعطيل لعب، إذا سلوك غير رياضي وإشهار البطاقة الصفراء قرار سليم من حكم المباراة. الحالة اللي بعدها لو سمحت. طيب الحالة اللي بعدها طبعا هذه واضحة. الحالة اللي بعدها خلاص شباب، هذه الحالة اللي بعدها كابتن. هنا نشاهد الحالة، نشاهد الحالة هل وجود هنا. طبعا نشاهد ذراع اللاعب الهلال اليمين نشاهدها بشكل واضح. ارجع خلف خفيف بس ناخذ فريم خفيف. هنا نشاهد لاعب في تنافس، ولكن فيه اللي هو دفع بالذراع من لاعب الهلال. نشاهدها الآن هنا دفع بالذراع اليمنى على لاعب الشباب من الخلف. طبعا هذا ما هو تنافس، يعتبره مخالفه. اذا هذه مفترض على الحكم احتساب ركله جزاء لصالح الشباب،
ولكن الحكم لم يوفق في اتخاذ القرار. طيب هذا التسلل يحتسب؟ طبعا هذا تسلل، تاخر كابتن، تاخر فيه كثير طبعا. طيب نشوف، هو واضح انه هنا لاعب متسلل. طيب ليش مساعد الان؟ طبعا ما في داعي للتريث الكثير هنا، هو يعتبر انه يستفيد من الكره. لا طبعا مهما كان لاعب الواحد وجرى على الكره في موقف تسلل يعتبر يجب على الحكم اللي هو اعلان على التسلل في اسرع وقت. طيب لان يتردد طبعا، ما في لاعب ثاني ولا لاعب مرر، تمشي الكره، تمركزه كان جيد جدا، ولكن الاعلان كان متاخر حتى اللي هو عكس اللاعب الكره وسجل هدف، ولكن لما شات الكره اعلن رفع الرايه. طبعا القرار اعتبره يعني تاخر في، هو قرار صحيح ولكن تاخر في الاعلان. طبعا هو تسلل مش ان الكره خرجت، عشان يكون في الصوره. لا هو تسلل. نعم طيب. تسلل. هذه الحاله اللي بعدها كابتن، شاهد الحاله بدقيقه 73، شوفها الان بشكل واضح. طبعا هنا دخول بتهور من لاعب الشباب، طبعا لاعب الشباب ارتكب مخالفه في اللي هو اللاعب الكوري اللي نزف من الدم. طيب ولا اعطى بطاقه؟ ما اعطى بطاقه. طبعا هذه مخالفه للتهور، يستحق بطاقه، والاول لا يستحق بطاقه، مفترض اللاعب مستبعد بطاقه حمراء من الدقيقه 73. طيب هذه الحاله الاخيره، نشاهد الحاله هذه. طبعا تسلل، اعلن المساعد تسلل، نشاهدها الان. كان التسلل دقيق واضح صراحه، المساعدين كانوا ممتازين في الاعلان عن التسلل وضبط التسلل. هنا نشاهد لاعب الشباب اقرب الى خط المرمى المنافس اللي هو الخط الاحمر، لاعب الشباب اللي هو بالقميص الابيض، ولاعب الهلال الازرق طبعا اقرب اللي هو بالقدم اللي على منطقه الجزاء. هذه اهم الحالات طبعا، ولكن نستكملها ونستعرضها في برنامج صافر يوم السبت. في مباراه ثانيه طبعا، عندنا مباراه الفيصلي والرايد، فيها حاله، في حالتين فقط. طيب نشوف الحالتين، نشوف ركلات الجزاء، نشاهدها الان عشان نخفف عليك، لان انا عارف انك ما تعطيني وقتي كامل. طيب. ولكن شوف هنا طبعا لاعب الرايد تحرك للكره، ولاعب الفيصلي اسقط اللاعب، ولكن الكابتن مرعي لم يتردد في احتساب اللي هو المخالفه لركله الجزاء وبطاقه صفراء، قرار سليم. لو كان اللاعب مسيطر فايش الحكم بطاقه الحمراء، ولكن في الحاله طبعا اشهر بطاقه الصفراء. طبعا هنا الحكم عاد ركله الجزاء لدخول اللاعبين، قرار سليم واسفرت عن هدف. الحاله الاخيره في المباراه دقيقه 44، ضربه الجزاء ايضا، نعم ركله الجزاء لصالح الفيصلي، نشاهدها صحتها، نشوفها يا شباب. اذا لاعب هنا في دفع من لاعب الرائد على لاعب الفيصلي، ولكن طبعا الحكم لم يتردد في احتسابها. هنا شايب بالذراع، هنا نفسها بالذراع، دفع بالذراع، طبعا خطا من الاخطاء العشره، لا تستحق بطاقه. اذا الحكم احتسب المخالفه الصحيحه والقرار السليم اللي هو الحكم مرعي العواجي. نعم، اذا هذه ابرز الحالات اللي جت. نعم. في مباريات اليوم يوم السبت، انت عندك برنامج صافر ان شاء الله. ان شاء الله السبت ان شاء الله كل المباريات، حتى مباريات الغد نستعرض جميع المباريات اللي هي اليوم واللي هو مباريات غد. طبعا الوقت البرنامج لم يسمح لنا في اللي هو استعراض. طيب. جميع اللقطات، احنا ناخذ يعني الاهم، ناخذ اهم اللقطات. طيب. في المباراه مثل ما ناخذ الاهم في المباريات طبعا. اللي اخذ الوقت طبعا الاستاذ حسن والاستاذ محمد هم اللي اخذ الوقت صراحه. شكرا لنا بس بقصد على فكره، عشان نعرف انه بيجي ورا، ما ودنا يبين بعض الاشياء اللي ما نبيها تظهر. الله يعطيكم الصحه والعافيه. شكرا لك كابتن علي المطلق، شكرا على تواجدك. دبر عادل هو، ما هو احنا والله عادل صراحه، انا شوف دائما عادل دائما هو اللي اخرني بالبرنامج. طيب كابتن، طيب اجيب لك رد الله بعدين. شكرا لك كابتن علي المطلق. ننتقل إلى مباريات الغد اللي سوف تقام أيضا استكمالا لهذه الجولة، المباراة القمة الأخرى أيضا في الرياض بين النصر والأهلي. فهد الغامدي يقدم لهذه المباراة. مواجهة من طراز رفيع تجمع فريقين كبيرين يتقاسمان عراقة الكيان ويمتلكان ذات العلامة البارزة بجماهير عريضة دائما تصنع الفارق. الراقي في ضيافة العالمي، عنوان يكفي لانتظار قمة كروية ظفرت بها الجولة 15 من دوري زين. تلك المواجهة المرتقبة التي دائما ما تحمل لحظاتها قبة المتعة والإثارة. النصر الذي حقق أول فوزين متتاليين له هذا الموسم على حساب الأنصار والرائد، يبدو وكأنه شرع في تصحيح أوضاعه واستعادة توازنه وإرضاء جماهيره.
فارس نجد يدخل المواجهة بعشرين نقطة ويتطلع لانطلاقة حقيقية وفوز ثالث على التوالي ينعش مدرجات الشمس. صوب على الزاوية البعيدة لا يفعلها إلا الكبار لأن نظرة الكبار نظرة عالمية هدف عالمي بنظرة عالمية. الأهلي الذي يحتل المرتبة الثالثة في سلم الترتيب يتفوق على مضيفه بثلاثة عشر نقطة ويسعى في مواجهته لخطف نقاط المباراة ومواصلة سلسلة انتصاراته لتعزيز موقفه في المنافسة على قمة الدوري. الأهلي بصريح العبارة إنه من المنافسين، إنه من المتربصين، إنه من المتواعدين. أهلاوي منظرك غير هالسنة. في الدور الأول استطاع الأهلي أن يتغلب على النصر بهدفين دون رد، لكنه الآن يواجه نصرا مختلفا بقيادة ماتورانا، فهل يلدغ النصر مرتين أم أن النصر للنصر كما كان يردد الرمز النصراوي الراحل؟ جماهير الأصفر على أرضها تمني النفس بنصر يعيد توهجها في المرحلة القادمة، وأخرى تبحث عن انتصار جديد يضاعف آمال وتطلعات أبناء القلعة الخضراء، فلمن تكون الغلبة؟ شكرا لك فهد، يعطيك العافية على التقرير الجميل. حسن، النصر والأهلي صارت من المباريات اللي يعني لها طعم خاص، صار في منافسة خاصة بينهم. لا، الأهلي والنصر والهلال والأهلي الرباعي الشهير يعني الأقدم والأكثر جماهيرية، هو يعني هو من هذا على هذا المنوال منذ أمد. ربما أنه في الفترة الأخيرة كان مستوى الأهلي والنصر تحديدا كان يعني أو ابتعد قليلا عن البطولات، وربما هذا ساهم في أنه يعني يتواجد على الساهم أندية أخرى أيضا نالت حقيقة يعني مكانة من خلال أيضا البطولات. لكن نعم، في النهاية تبقى مباراة الأهلي والنصر مباراة يعني جماهيرية، مباراة يعني منتظرة، مباراة يعني تأتي في توقيت مهم يعني أيضا للفريقين. النصر نعم، يعود إلى وضعه الطبيعي يعني في ظل إشراف بعض أعضاء الشرف وعودة رجال النصر إلى دعم الفريق. مدرب جيد نعم، استطاع أن يوظف اللاعبين بطريقة مناسبة. الأهلي أيضا مندفع نحو الصدارة، إذا ما فاز كما ذكرت في بداية الحلقة ممكن أن يقتسم الصدارة مع الهلال، وممكن أن يتفوق تهديفيا ويحصل على الصدارة لأول مرة. نعم، في التأكيد أنه في عوامل كثيرة حول المباراة تجعلها يعني مباراة مهمة وحيوية، ممكن تكون مختلفة عن الدور الأول بالتأكيد السنوات اللي راحت. أنا أتوقع أنها مختلفة بطبيعة أنه النصر الآن أفضل حالا طيب منه في الدور الأول. طيب، بس النصراوي طيب مو الهلاوي، النصراوي. كابتن، كمحلل كناقد رياضي، كيف تشوف المباراة؟ هل فعلا تبدو مختلفة؟ أنا أقول فيها توافق وفيها اتفاق في أمور كثيرة. أنا أتكلم أنه يعني قد يحققون غدا جانب مهم جدا وكان غايب اليوم، مباراة الشباب والهلال افتقدت إلى العامل الجماهيري. يعني أعتقد أنه هذا العنصر دائما ما يوجد المباراة بشكل أجمل مما شاهدناها عليه. أنا أعتقد أنه جماهير الشمس وجماهير أيضا الراقية يعني أعتقد سيكون لهم حضور، وحضور مثالي يمتد أيضا ليصل للاعبين، فبالتالي سيكون الحضور الفني في قمة مستواه لتشابه الظروف. الفارق الوحيد الموجود هو فارق النقط لمصلحة الفريق الأهلي، وأيضا الجوانب المعنوية موجودة لدى الفريقين. فريق النصر جالس يقدم عطاءات بشكل تدريجي، عطاءات تتوافق مع طموح ورغبة مسؤولي نادي النصر أنه يكون فعلا حضورنا بشكل تدريجي حتى يكون فيه ثبات في المستوى وتطوير في المستقبل. أيضا كذلك الأهلي في حضور أيضا من الجانب النقطي حتى يحقق نتائج إيجابية تؤكد أيضا حضور المتميز من خلال هذا الموسم تحديدا وغياب الفترات الماضية أو المواسم الماضية لعدم وصوله إلى هذه المرحلة وتحديدا بعد الدور الأول. أنا أعتقد أنه من الناحية الفنية دائما ما متشابهين هم؟ لا، أنا أعتقد فنيا متشابهين؟ أنا أعتقد من الناحية التنظيمية هناك تفوق لمصلحة النصر جالس يقدم نفسه من خلال أيضا محاور الارتكاز اللي فعلا هذا الجانب يفتقده الأهلي من خلال غياب المحاور الارتكاز اللي تمثل أيضا جانب دفاعي وأيضا جانب أو الدور المهم في عملية وضع التوازن ما بين الخطوط الثلاثة. نعم، الفاصل الأخير ثم نعود بعده لمتابعة ما تبقى لدينا المباريات وكذلك الحديث عن اعتزال الدعية.
اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الاخير من برنامج الملعب. نرحب بضيفينا للمره الثالثه والرابعه عسى القرني محمد السويلم، اهلا بكما. اللي حتى وقت الفاصل استمر النقاش فيما بينهما. بس في نقطة هذه الحقيقة، أنت دائما تقول حسن أهلاوي وأنا نصراوي، في المباراة في ملعبي ترى دائما نصر ولا أهلي. طيب شوف من الحين طيب بديت أقلم من الحين على الموضوع. الأهلي على كل حال حتى خارج ملعبه يؤدي. طيب ما زلنا في موضوع النصر والأهلي. الأمير فيصل بن تركي اليوم بعد المؤتمر تحدث لمراسلنا راشد القعود وأعلن تجديد لماتورانا وتحدث أيضا عن مباراة الأهلي. والله بصمة الفريق على بصمة المدرب على الفريق واضحة، ونبغى الاستقرار حنا الفني، فان شاء الله يفيدنا في السنوات القادمة بإذن الله. كيف تشاهد مباراتكم القادمة امام فريق الأهلاوي، خاصة انها مباراة مهمة والفريق النصراوي ربما يربط النتائج امام الفرق الكبيرة خاصة على مستوى المدرب؟ ما في شك النادي الأهلي نادي كبير، وبإذن الله تكون مباراة تمتع الجماهير السعودية، وإن شاء الله نحاول نحقق النتيجة بإذن الله. اسم الأمير إذا كان في أسماء جديدة الآن، يعني كانت قريبة من بيت النصراوي، لا نقول يعني اسم معين، لكن إذا في أسماء قريبة من بيت النصراوي؟ ما في شيء إلى الآن، إن شاء الله في القريب العاجل تعرفون بإذن الله. إلى الآن ما في؟ إلى الآن ما فتحت فترة التسجيل، لما تفتح بإذن الله بنبلغكم بالأسماء. الصعيد المحلي أو أيضا في الأجانب؟ ممكن محليين وأجانب بإذن الله. خط الدفاع المحلي؟ لا لا ما أقدر أقول لك بالضبط أي خط. مدرب الفريق عقد مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن المباراة، أهم ما جاء في المؤتمر. Entonces yo creo que por ahora estamos disfrutando de la formación de este equipo. بلكو احنا دلوقتي بنستمتع في تكوين الفريق الجديد اللي نادي النصر بيستمتع وهو بيمرنهم. Y con la satisfacción desde la humildad encontrar un equipo que tiene rato donde juega bastante bien. بلكو طبعا هو متواضع جدا حتى في تمرينه مع اللاعبين، وعايز يوصل للتحدي بتاعه ويحقق التحدي بتاعه ان هو يكون فريق قوي قادر على المنافسة. Que pronto en el camino vendrán gente a ayudarnos a ser mejor. وفي خلال الطريق إن شاء الله هنجيب لعيبة تانية تحاول تساعدنا في تطبيق خطة لعبنا وتحقيق طموحاتنا. Y serán muy bien recibidos. وهنستقبلهم طبعا أحسن استقبال. Son las dos caras de una misma moneda. لكن دي تعتبر عملة ليها وجهين، اللي هو الجانب النفسي والجانب التكتيكي. Porque cuando vos ganas psicológicamente es una vitamina para todo el grupo. بقولك طبعا عشان انت لما بتكسب او تكسب مباراه ده حاجه، ده زي الفيتامين بالظبط اللي انت بتاخده عشان تقويك او يخليك يبقى احسن خلال الفتره اللي جايه. بقولك احنا لما ابتدينا فتره الاداء بتاعتنا زي ما قال قبل كده، تركيزنا كله على كره القدم او الكوره عامه في بتاعتنا اللي احنا لما نتحكم فيها او في اداء لاعبينا احنا. Cuando vos pensás en eso estás habilitado para jugar con cualquier equipo en el mundo porque no hay sino un solo balón. لو انت ركزت في فريقك بس او طريقه لعبك انت ازاي تواجه بيها الفريق الثاني، يبقى انت كده هتقدر تكسب تلعب اي فريق في العالم وتقدر تكسبه. Y después administrarlo. عشان كده مهمتنا خلال المباراه وهدفنا خلال المباراه ان احنا نسترجع الكره ونستخلص الكره من فريق الاهلي في اي حته في الملعب، مش في منطقه معينه، ونحن نتحكم في مجرى اللعب مش هم اللي يتحكموا في مجرى اللعب. Y tratar en el momento justo de hacerles daño. ونتمنى طبعا في خلال فتره معينه او وقت او لحظه او هجمه او كده ان احنا نجيب جول. Esos conceptos son válidos para jugar hasta con el Barcelona. بقولك طبعا طريقه اللعب بتاعتنا دي اللي هي استخلاص الكوره وان احنا نستغل الفرصه ان احنا نجيب جول، دي ممكن تلعب بيها صوت اي فريق ان شاء الله حتى لو هتلعب برشلونه. هذا ابرز ما جاء في المؤتمر من وجهه نظرنا تقريبا. بس أخيرا عن المباراة، مع النصر ولا الأهلي بكرة؟ مو أكيد أنت مع مين، بس أقصد النتيجة مع من؟ والله شوف التكهن بنتيجة مباراة زيادة صعبة، لكن يتصور أن الأهلي أقرب. الأهلي أقرب، تشوف أنه أكثر جاهزية؟ أشوف أكثر جاهزية، استقرار، متعود على اللاعبين، عنده عوامل حسم على خط مقدمة يعني عالية. طيب. جدا. طبعا تبقى أحداث المباراة يعني ممكن يعني أي شيء في المباراة يغير توجه. طيب. المباراة كامل.
انا اعتقد من ناحيه تنظيم الانضباط انا اعتقد انه النصر اقرب للفوز، وتميز فريق النصر من خلال توازن الخطوط الثلاثه، بينما هناك تفوق واضح لخط الهجوم الاهلاوي. الصعب جدا، سيكون هناك عمل وعمل جاد قوي ايضا لايقاف هذا الخط فعلا الخطير جدا. يعني تتوقع ممتعه؟ انا اتوقع ممتعه بكل المعايير، من ضمن ادواتها انا اعتقد الجماهير سيضحون على هذا المباراه، يعني متعه كبيره جدا. لن تخلو من الاهداف، نتمنى بالتاكيد ذلك. عموما المباريات الثانيه اللي بكره بس بشكل سريع، مباراه الاتفاق ونجران ومباراه هجر والتعاون، اربع مباريات تقام، ثلاث مباريات عفوا تقام غدا، بانتظار ان شاء الله متعه جديده في الدوري، اضافه الى مباراه اعتزال الدعيه الان سنتكلم عنها. كما تعرفون غدا سوف يقام اعتزال مهرجان اعتزال الكابتن الأسطورة محمد الدعية، عدد من الجماهير السعودية والهلالية بالتحديد قامت بحملات أو أعلنت حضورها ومساندتها، والمتوقع حسب ما وردنا قبل قليل بأن التذاكر وشكت على النفاذ للحضور لتلك المباراة. برنامج الملعب كان بدأ قبل أسبوع في جولة على الدول العربية لاستطلاع آراء كثير من نجوم العرب حول محمد الدعية، وهو لا يحتاج إلى ذلك بالتأكيد، لكن سألنا في عدد من الدول العربية لعدد من النجوم. ما فيش شك طبعا أن الدعية من حراس المرمى المميزين جدا، سواء على مستوى العرب، مستوى الشرق الأوسط، مستوى الكرة السعودية، مستوى الكرة العربية، فأعتقد أنه برضو من ضمن اللعيبة حراس المرمى العالميين اللي هم يشار إليهم بالبنان زي ما بيقولوا. يعني بتمنى له التوفيق إن شاء الله في حياته المهنية بعد كده طبعا، يعني الكرة العربية تستفيد من خبراته والكرة السعودية تستفيد من خبراته حراس المرمى. مش هتكلم عن تاريخه لأن تاريخه مليء بالبطولات وبالإنجازات، فبتمنى له كل توفيق الفترة اللي جاية. كان حارس مميز وكان على المستوى الأخلاقي طبعا مميز، عمره عمل مشكلة في الملعب. أتمنى له إن شاء الله التوفيق في حياته بعد اعتزال الكرة. يعني هذا اللاعب يشكل فرد علامة بارزة في كرة القدم العربية لما نقول العالمية، فهو مشهود في خلق العالي في جميع مسيرة حياته، في جميع مراحل حياته، وأعتقد هو مثال يحتذى به من هذا الجانب. رجل قدم الكثير، وأعتقد أن الإدارة الهلالية بصراحة أشوفها أنها قامت بواجبها في تكريم هذا الشخص، واشوف انه هو يستاهل، وبالتوفيق ان شاء الله له في المجالات الثانيه سواء التدريبيه او الاداريه. اتمنى التوفيق ان شاء الله الكابتن القدير صيته في كل مكان. احنا في الاسبوع اللي راح من تقريبا 8 إلى 9 دول عربيه، حقيقه اشاده كبيره بهذا اللاعب، وكل ما نتكلم بس نقول نبغى على الدعيه، مراسلينا في كل مكان نجد المبادره حتى منهم. حسن بنخصص عند الباقي الملعب تيوب، عندي دقيقتين خليك دقيقة والمحمد دقيقة عن محمد الدعية. والله يا أخي محمد ما تكفي دقيقة للأمانة، يعني للصدق محمد يعني كما وصف بأنه ظاهرة، وفعلا رجل حقيقي قدم عمل يعني على مستوى المنتخبات، ويعني إذا كنا نريد أن نتحدث حقيقة بشيء من الصدق عن محمد اللي قدم نفسه مع فريقه الطائق، قدم نفسه مع الهلال، قدم نفسه مع المنتخبات السعودية المختلفة. محمد اللي يعتقد انه احرج جميع الحراس بعده وبعد رحيله، يعني واوجد خلل كبير على مستوى الحراس بالنسبه للمنتخب. محمد الدعية لاعب يجب ان يشارك الجميع حقيقه في تكريم هذا الرجل، وانا اعتقد انه سيكون يوم وفاء يوم غد ان شاء الله تعالى. طيب محمد. محمد لا شك الكلام عنه يحتاج الى يعني سرد صفحات كثيره جدا، ولكن هو مميز من خلال حضوره وايضا امتلاكه للقيمه الفنيه العاليه جدا اللي اثبتها من خلال ايضا مشاركاته مع الانديه او مع المنتخبات، ومتميز كذلك من خلال ايضا شجاعته وفدائيته وايضا تحمله لاصابات كبيره وقويه جدا لوجودها ايضا والذود عن مرضى المنتخب اللي هو طبعا من خلال مشاركاته وتمثيله للوطن. انا اعتقد انه هذا اللاعب يستحق التقدير والتكريم. نعم. وان كنت ارى ان يستحق اكثر مما نشاهده الان. نعم. عموما الفقره الاخيره ملعب تيوب، كم كبير من مقاطع الفيديو لوداع محمد الدعية وصلنا من أمس وحتى اليوم، اخترنا واحد منها من أحد مشجعي الهلال ومحبي الأسطورة محمد الدعية.
يستاهل كابتن محمد الدعية. بالمناسبة الملعب تيوب بس في حاجة ذكرتها قبل أيام عرضنا المقطع، طبعا هذه الفقرة على فكرة هي المشاهدين هم اللي يعني يقومون بمثل هالإبداعات ويرسلونها. كان في مقطع خاص بين التعاون محمد نور قبل فترة، قبل يومين أو ثلاث أيام، في بعض الاتحادين حقيقة وصلتنا بعض الرسائل منهم يعتبون على ما ورد في الملعب تيوب، يرون وصلوا الفهم حقيقة بعيد بعيد جدا 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 جدا، ما كان عندنا حقيقة الخيال أن نوصل لهالفهم، ولكن أنا ما لوم حقيقة لأنه فعلا ممكن يفهم بهالطريقة، ولكن والله لم يعني ما جاء في بالنا أبدا أنه ممكن أحد يفهم بهالطريقة، ولكن ما لومهم، كان مفترض أن نكون أكثر حذرا في هذا. فلذلك في للي ينزعجوا من هالمعنى ولبعض الاتحادين اللي وصلهم المعنى بشكل خاطئ نقدم اعتذارنا لهم، لإدارة الاتحاد، لجماهيرها، للاعبينها، للقائد محمد نور. بالتأكيد هو كان من أكثر الناس اللي لها نصيب في هالفقرة لأنه جماهير النور كثيرة، فبالتأكيد نعتذر لهم لمن فهم بشكل خاطئ. نعرف أنه في نسبة كبيرة كان فهمتها بشكل طبيعي، لكن اللي فهمها بشكل خاطئ احنا نعتذر لهم ونقدم اعتذار، في النهاية هو عمل جماهير. طيب محمد السويلم أخيرا. أنا أقول محمد الدعية أشبه بصفين مهمة جدا، قائد ناجح استطاع أن يكسب ثقة الجميع، وأيضا قائد متميز من خلال أيضا قدرته على منح ثقة النفس في الآخرين. للآخرين حسن القرني، شكرا على تواجدك. أنا الله يسلمك ويبارك فيك، لكن ودي بكلمة واحدة أنا أقدم الشكر حقيقة لكل من يساهم في تكريم هذا الرجل. نعم. سواء من الأندية بشكل عام أو رجالات الهلال، يستحق محمد الدعية هذا التكريم ويستحق هذا الحضور، وآمل أن تتم الفرحة أيضا بحضور جماهير يشاهده بإذن الله تعالى. نشاهد جماهير دائما ما تأخذنا فيها المناسبات. شكرا للكاتب الرياضي، ولا نبدأ بالمستضيف؟ لا لا إيه المستضيف. طيب شكرا لمحمد السويلم مدير إدارة الكرة في نادي النصر، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق في مهمتك القادمة الصعبة جدا، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. الله يخليك، شكرا أخوي عادل، أشكركم، أشكر قناة الوطن فعلا اللي منحتني هذه الفرصة، وأشكر أيضا قدر اللي جمعني بأخوي أستاذ حسن. شكرا لحسن القرني الكاتب الرياضي في صحيفة الرياضة، شكرا لك حسن. شكرا جزيلا، سعيد حقيقة بالتواجد معكم. شكرا لك، شكرا لمدير على خير. شكرا لك، شكرا لفريق الاعداد، مدير التحرير عايض القحطاني، الزملاء فريق العمل فهد الغامدي، معاذ الحميدي، عبد الرحمن مجرشي، وسهل الغانمي. شكرا لمخرجنا المزعج شوي اليوم سلطان الفريدي. طيب الوعد برا. شكرا لبقيه المشاهدين، بقيه الزملاء معنا، نلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده غدا. الى اللقاء.